فيما يخص الأعداد من أبناء الجنوب السوري. وإذا تحدثت بالمجمل، هناك توثيق ل 700، نحو 750 شخص كانوا يستقلون على هذا المركب الذي غرق قبالة الشواطئ اليونانية، من أبناء محافظة درعا، من تمكنا من توثيقه في تجمع راس حوران بالاسم 106 أشخاص من أبناء محافظة درعا، طبعا بالإضافة إلى 6 أشخاص من محافظة القنيطرة. يعني العدد الكلي لمناطق الجنوب السوري 112 شخص كانوا يستقلون على هذا القارب، من تم توثيق أنه نجا منهم 35 شخص بالاسم. هناك 35 شخص من أبناء محافظة درعا نجوا، طبعا لا يوجد من بين الناجين جميعهم، وهنا إذا تحدثت بشكل عام ليس فقط من أبناء يعني الجنسية السورية، من كانوا يتواجدون على هذا القارب الذين نجوا عددهم 104، لا يوجد من بينهم أي من الأطفال والنساء. إذن بالنسبة لا لي يوجد ناجين لا من أطفال ولا من نساء. طيب عندك معلومة على الأقل يعني من السوريين قد إيه كان في نساء وأطفال، ولا ما في معلومة؟ نعم ديما، بالنسبة للسوريين، وهنا أتحدث عن الجنوب السوري أيضا، المفقودين الذين تمكنا من توثيقهم 77 شخص، من بينهم 7 أطفال وثلاث نساء، هذا بالاسم من تمكنا من توثيقه. لكن كما تعلمون أن أعداد المفقودين كانت كبيرة جدا، وبحاجة أخذت وقت طويل جدا من عمليات التدقيق والمتابعة مع عوائلهم، هذا ما تمكنا من توثيقه حتى هذه الساعة. هناك صعوبة فائقة من قبل يعني البوليس اليوناني بالتصريح عن أعداد المفقودين حتى الآن، لا يوجد تصريح بشكل مباشر من قبلهم لعوائل المفقودين الذين يعني اتجهوا من دول أوروبا الغربية إلى اليونان لتتبع أخبار أقاربهم وأبنائهم المفقودين حتى الآن. ولا حتى الناجين، يعني ال 35 شخص اللي نجوا ما قدروا اهلهم يتواصلوا معهم، لانه كان عم يقلنا موفدنا براء رزوق انه يعني كان في مثلا له منع من دخول المشفى او من دخول المخيم الموجود فيه الناجين. هل عن طريقكم تم التواصل مع حدا من اهالي الناجين والاطمئنان على وضعهم الصحي؟ بالنسبة للناجين هناك تواصل معهم يعني، لكن هناك تدقيق كبير عليهم من قبل اليونانيين، وهنا لابد من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية، إلى أنه لابد من الضغط على المنظمات الحقوقية الدولية بالاتجاه مباشرة إلى اليونان وحماية هؤلاء الناجين الذين يعتبرون يعني بمثابة الشهود. هؤلاء لابد من أخذ شهاداتهم بشكل قانوني وعرضها على وسائل الإعلام الدولية، لأن اليونانيين يتجهون باتجاه إخفاء الجريمة، وما حدث هي عملية قتل وعملية إغراق وليس محاولة إنقاذ. ما يروج له اليونانيون بحسب شهادة أجبروا أحد الأشخاص من الجنسية الباكستانية أن يصرح بأن شجارا حصل داخل المركب وأدى إلى غرقه، لكن الرواية الصحيحة والتي استطعنا الحصول عليها من الشهود والناجين من هؤلاء الناجين قالوا بأن سفينة يونانية هي من شدت هذا المركب بأحد الحبال بعد أن تعطل محرك المركب، وتم شده بطريقة خاطئة وبقوة ما أدى إلى قلبه، و يعني غرق من كان على متن هذا القارب، و104 من الأشخاص الذين تمكنوا من السباحة، كما أشرت لا يوجد من بينهم أي أطفال ونساء، توجهوا إلى السفينة التجارية اليونانية و تم يعني سحبهم هؤلاء 104 أشخاص. يعني لذلك هدول ال 104 أشخاص هن أنقذوا نفسهم بنفسهم، خلينا نقول، وتمكنوا من السباحة، لكن ما في أي جهود من أي طرف لإنقاذ ناس وقعت بالمي أو ظلت علقانة عالقة في السفينة. نعم بالضبط ديما، السفينة التي حاولت شد هذا القارب، وهنا أود الإشارة إلى أمر في غاية أيضا الأهمية، أن السفينة كانت غايتها إبعاد المركب عن المياه اليونانية إلى المياه الإقليمية الدولية، لأن اليونان تعتبر هؤلاء المهاجرين يعني يأتون بطريقة غير شرعية ولا يسمح لهم أساسا بالدخول إلى اليونان، وهذا المركب تاه عدة أيام وظل طريقه حتى اتجه إلى اليونان، كان يتجه متجها من منطلقا من مدينة طبرق الليبية إلى الأراضي الإيطالية، هذا الخط سير صحيح. المركب.
ركب. نعم حتى قالوا انه كان متوجه فارغ من مصر الى طبرق، ثم حمل باللاجئين ومن مختلف الجنسيات وتاه في البحر. الشرطة اليونانية اعلنت القبض على 9 مصريين لهم علاقة بهذا الموضوع. من شهادات الناجين، من تواصلكم مع الأشخاص، أكدوا لكم أنه المشرف على المركب شو جنسيته، الذي كان يقود المركب هل هو مثلا مثل ما بنعرف نحن أحيانا المهربين يعني بيستغلوا الأشخاص بخلوهم هن يقودوا المركب مقابل أنه ياخدوا مبلغ قليل من المال، يعني بجوز يكون ما عنده معرفة أصلا بالخريطة البحرية والطرق البحرية. يعني حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن القبطان الذي يعني جنسيته والذي كان يدير هذا المركب، لكن كانت هناك عدة روايات، منها أن القبطان اتجه مع عدد من الأشخاص بقارب صغير خرج من المركب قبل غرقه بعدة ساعات. نجا يعني. نعم نعم هناك يعني معلومات وروايات متفاوتة، لا يوجد أي تأكيد. هناك من تحدث أن القبطان هذه السفينة أو المركب هو الآن محتجز لدى اليونانيين، لكن التخوف الآن هو أن تغادر الصحافة العالمية المتواجدة الآن في اليونان، وأن يبقى هؤلاء الناجون 104 يعني تحت ظلم السلطات اليونانية، لأنه لا يعني حتى هؤلاء الناجين لا يعرفون مصيرهم حتى الآن. هم الآن في وضع صحي مزري، هؤلاء الناجين أساسا يعتبرون أنفسهم ضحايا، لأن لهم أشقاء وشقيقات غرقى ومن بين المفقودين حتى الآن، لا يعرفون مصيرهم، ولا حتى السلطات اليونانية صرحت عن مصير المفقودين حتى الآن. لذلك هذه هي الطامة الكبرى، الناجي هو نفسه ضحية الآن. لذلك لابد من الضغط على المنظمات الطبية الدولية بالاتجاه إلى الكشف عن وضع هؤلاء الناجين ووضعهم الطبي ورعايتهم طبيا، و المنظمات الحقوقية الدولية أيضا متابعة وأخذ شهاداتهم وعرضها أيضا للوقوف عند ملابسات هذه عملية الإغراق التي تمت من قبل اليونانيين. كي لا يتم التلاعب بالرواية، برواية الشهود والناجين. يعني سألت هذا السؤال لإيهاب الراوي من مجموعة الإنقاذ الموحد، وبسألك يا برجع إليك يعني أبو محمود. العدد كبير، يعني أكثر من جهة تابعة لأكثر من دولة كانت عم تراقب هذا القارب، كانت بتعرف إنه هو ممكن يغرق واحتمال كبير إنه يغرق، كانت بتعرف إنه تائه ما في مي. برأيك ليش ما تم إنقاذه؟ يعني شو الرسالة اللي بدهم يوجهوها كل هذه الجهات وقت ما أنقذوه؟ وبكل بساطة هيك يعني للأسف استخسروا أرواح أكثر من يعني 500 شخص لحد اللحظة. يعني بحسب المعلومات ديما أن طائرة هليكوبتر كانت تراقب هذا المركب، وبحسب شهادة روايات من الناجين أن اليونانيين قالوا لهم أننا كنا نراقبكم منذ 3 أيام وأنتم تدورون بنفس المكان في عرض البحر المتوسط. اليونانيين كانوا يراقبون، وبكل تأكيد حتى الإيطاليين على بعد 20 كيلومتر يراقبون أيضا تحرك هذا المركب، لكن هذه الدول للأسف لا تريد استقبال أي من اللاجئين، ويعني حاولت السفينة اليونانية إبعاد أساسا هذا المركب، رغم أن هناك أصوات ونداءات استغاثة كانت تخرج من هذا المركب إلى اليونانيين، لكن لا يعني لا يوجد أي استجابة من قبلهم. أحد السفن التي مرت بجنب هذا المركب ألقت يعني اسطوانات يعني وأيضا علب من المياه في البحر، يعني لا نعلم ما هي الرسالة التي كانت توجه هذه يعني هي عملية استهزاء بهؤلاء المهاجرين. وأيضا بعض السفن ألقت المياه ولكن لا تكفي لـ20 شخص،